بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله نبدأ الشابتر 5، نشوف فيه الـ External Forced Convection. في هذا المقطع نشوف Friction and Pressure Drag والـ Heat Transfer. الـ External Flow اللي هو موضوع هذا الشابتر Flow over Solid Bodies. لاحظوا نحن شفنا في الشابتر الماضي أنه الفرق بين internal و external flow، قلنا انه هذه pipe مثلا الفود فلو اللي يمر من هذه البايب انه يعتبر داخل، مش احنا عندنا السوليد هو السطح الخارجي لهذه البايب، اللي يمر داخله نعتبره internal واللي يمر خارج هذا السطح او على over solid bodies نعتبره انه external. بعض الامثلة drag force القوة اللي تأثر على السيارة لما تكون متقدمة، شيء هذه قوة مقاومة الهواء، هذه external fluid flow. power lines اسلاك الكهرباء ما بين الاعمده الكهربائيه، هذه تلاحظ ان الاسلاك تتحرك بسبب هذه القوه. كمان لما تشوف الشجر يهتز السبب هو هذه external force. نفس الشيء بالنسبه للطياره هنا طايره، او بالنسبه للمنزل هنا الهواء اللي خارج هذا المنزل نعتبره external. هلا ودنا نتعرف على free stream velocity. ايش هي velocity of the fluid relative to an emerged solid body sufficiently far from the body؟ ايش معنى هذا الكلام؟ سرعة الهواء نسبية، شيء نسبي هنا، سرعة الهواء الفلود فلو الموجودة هنا يو انفينيتي بالنسبة لايش؟ بالنسبة للسطح مثلا، عندنا هذا هو سطح solid. اوكي، لما تكون هذه السرعة لما تكون بعيدة من هذا السطح، بعيدة ما يمكن يعني ما فيه الكفاية، تعتبر هذه free stream. أو لاحظ بعبارة أخرى، أنا عندي boundary layer اللي شفنا المرة الماضية velocity boundary layer اللي قلنا أنها SD، هنا عرضها الدلتا، هذه لما تكون free stream velocity هي اللي تكون خارج هذه boundary layer. طبعا يقول لك أنها تتراوح ما بين الصفر عند السيرفيس، عند السطح السيرفيس هنا تكون تساوي صفر، كلما بعدت كلما اقتربت من الفري ستريم فلوستي. ايش هي الدراج فورس؟ The force of flowing fluid exert on a body in the flow direction. لاحظ انت مثلا في سيارة، والسيارة هذه تسير في هذا الاتجاه، اوكي؟ رحت انت طلعت ايدك من هذه السيارة وهي ماشية بسرعة، طبعا ايش اللي حيحصل؟ الهواء حيبدأ يأثر على ايدك بحيث انه يحاول يرجع ايدك لورا، مش في اتجاه حركة السيارة، لا عكسها، فهذا هو اتجاه الفلود فلو زي ما يقول لك هنا in the flow direction. ناخذ مثال هنا، ناخذ السيارة هذه ونحطها داخل قناة ونسحب ندفع، ناخذ مراوح مثلا ندفع عليها هواء بسرعة 60 متر بير اور، ونحاول نقيس القوة، مش هذه السيارة حتبدأ ترجع لورا بفعل الـ FD، نحاول نقيس هذه السرعة، فلما نقيسها هنلاحظ انه فعلا السيارة هذه بدأت تتحرك باتجاه لورا. إذا هذه نسميها drag force، تتكون من مركبتين، واحدة نسميها البريشر وواحدة الشير فورس. شير فورس اللي هي اللي على السطح مباشرة، والبريشر اللي هي قوة الضغط على هذه السيارة. لاحظ هنا إذا ناخذ فلات بليت لكنها ايش؟ نورمال، نورمال على اتجاه الفلود فلو عمودي عليه، نلاحظ انه هذه المنطقة تكون ضغطها عالي وهذه المنطقة يكون ضغطها قليل. شير فورس حتكون عمودية على السطح دائما، القطع الموجودة هنا يقول لك انه drag force acting on this plate depend on the pressure، تعتمد على الضغط فقط ولا لكنها independent to the wall shear. هذه القوة drag force هذه تعتمد على ايش؟ تعتمد على كثافة الفلود فلو، صح؟ الفلود، وتعتمد على سرعته كمان. لكن لاحظ مش ان احنا كان عندنا مثلا، لاحظ هذا السطح عندنا في هذا الاتجاه والفلود فلو ماشي بهذا الاتجاه، او اذا حطيته
normal to the fluid flow زي السلايد الماضي. هذا اللي نسميه orientation of the body، هذا اللي هو اتجاه البدي، يعتمد عليه طبعا، يعتمد على شكله إذا هو مربع أو مستطيل أو على شكل دائرة شيب، وعلى حجمه كمان اللي هو بدي سوليد. وفي كمان بعض الأمور الأخرى اللي يعتمد عليها نشوفها. الدراج characteristic of the body is represented by dimensionless drag coefficient. نعرف هذا coefficients اللي طبعا dimensionless ما له أي dimension، ونعرفه أنه هو النسبة ما بين drag force والforce اللي هي 1 over 2 rho في square A. إيش هي الـ A هنا؟ لاحظ اللي هي مساحة الواجهة تبع البدي اللي موجود عندي، frontal area. طبعا السي دي هذه نحن قلنا انها الدراج فورس انها تقسم الى قسمين، جزء جاي من الشير فورس اللي هو الفريكشن فورس، وجزء جاي من البريشر. ناخذ مثال مثلا بحاله الفلات بليت، بحاله هذه الفلات بليت ايش اللي يكون البريشر؟ هذه تكون صفر، وبالتالي تكون سي دي تساوي سي دي اف فريكشن اللي هي نسميها سي اف. هلا بدنا نشوف ايش هو الهيت ترانسفر اللي تحصل على السطح السوليد هذا. في عندنا لوكال وافريج. لوكال اللي هو يعني نيسلت نمبر عند اللي هو في كل عند كل اكس، هذه مثلا الفلات بليت عندي وهذه الاكس من هنا، فعند كل اكس محلي يعني هذه نيسلت نمبر يعتمد على المسافه، يعتمد على الرينولد نمبر اللي هو المحلي كمان عند كل اكس، ويعتمد على البلانت نمبر. اما الافريج فهو يعتمد فقط على رينولد نمبر على كامل البليت باعتبار أن طولها مثلا L، وعلى البلانت نمبر. الافرج نيسلت نمبر ممكن يعرف بهذا الشكل، لكن لاحظ فيه الام هنا والان والسي، هذول يعتمدوا على نوع الفلود فلو ونوع كيف حركته. فيه هنا بعض البروبرتيز زي الكثافة، زي نيو، زي الميو، زي البلانتل، هذو يعتمدوا على درجة الحرارة. طب أي درجة حرارة؟ هو عن temperature، film temperature اللي هي المعدل ما بين الفري ستريم فلو اللي هو درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة السطح الموجود عندنا، الأفرج ما بيناتهم نسميه film temperature. طبعا السي دي هذه والهيت ترانسفر كوفيشنت هذول نعرفهم الافرج، من بدنا الافرج تبعه فان كامل من الصفر الى ال، ال اللي هو الكاركترستيك لينك. مثلا في حاله البليت يكون طول البليت، او في حاله السلندر يكون طول السلندر هذا، ونفس الشيء. لكن ناخذ هنا ايش نعمل التكامل لللوكال، اللوكال سي دي واللوكال اتش، وعن طريقها ممكن ما دمنا نعرف اتش ممكن نعرف كميه الحراره الريت اوف هيت ترانسفر اللي موجوده على هذا السطح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.